رواية أعوام الظلام كتبت بإحساس مقهور، مما جعلها تنفذ من المكتبات في زمن قياسي سريع. رحبوا معي بطل الرواية والكاتب الروائي بدر المطيري. يا هلا ومرحبا فيك بدر. الله يسلمكم، حياك الله أخوي بدر، الله نورنا في الاستوديو. بدر، نبتدي مع أول سؤال وهو سؤال حلقة، نود نسألك إياه: ما هو الأقرب إلى القارئ اليوم، رواية الواقعية أم الخيالية برأيك؟ والله أنا من وجهة نظري الرواية الواقعية، يعني يكفي القارئ بأنه يستشعر يعني أن ما يقرأه هذا قد حدث فعلا يعني. وفي من يفضل يعني، في ما شاء الله من الكتاب من يجيد أنك تحس معاه بأن العمل ماله يعني يقدر يجذبك ويحسسك أن هذا واقع، صحيح، ويخليك تعيش الرواية وهي من نسج الخيال، صحيح، ويخليك تعيش ان الروايه هذه كانها واقع، صحيح، ولكن لا، الواقعيه الواقعيه هي الواقع يكون اشمل في الاحساس أكيد اكثر. بدر، اذا بنتكلم عن اعوام الظلام، هل هي روايه اقرب للخيال ام للواقع؟ والله هي روايه واقعيه بحته، ولكن اصبحت اقرب من الخيال وتعدت الخيال يعني فعلا. يعني هي واقعية في المضمون، لكن من يقرأها سيشعر كأنها خيال. كأنها خيال. لا تصدق. هي إيه نعم. يعني مضمونها حتى يعني تسلسل الأحداث يعني مستحيل، يعني لابد أنه يوقف يعني التسلسل هذا، لابد أنه يوقف يعني، مستحيل أنه يكمل كذي، والقدر يعني شلون يعني يجمع ما بين الأحداث ويخدم الضياع اللي حاشى البطل. ممتاز. اليوم رواية ممكن اليوم نشوفها مع بعض تحت اسم أعوام الظلام. نعم. شنو السبب اللي خلاك تسمي هذه الرواية بهذا الاسم؟ إني أسميها أعوام الظلام. أعوام الظلام. والله الرواية هي سمت نفسها صراحة، يعني أنا لو كنت شايف بصيص أو لمبة خربانة حتى تشوف وتطفي كان ما سميت الاسم هذا، ولكن يعني كانت كلها ظلام صراحة. إيه، فالرواية هي اللي سمت نفسها. هي اللي سمت نفسها. إيه يعني أنا الاسم، أنا يعني من بداية الرواية كان في أسماء ثانية يعني، صح يعني إيه فضلتها بأنها تكون، ولكن يعني لما شارفت على ختام الرواية لا، هذا أفضل اسم. هذا يعني هي اللي اختارت لنفسها الاسم هذا. يعني صحيح بشكل صحيح. بدر، ما تحس أن أعوام الظلام عنوان يعني قريب للتشاؤم أكثر؟ يعني نوضح اكثر اليوم. نعم. بالنسبه للقارئ يعني، نعم، لو اقول له اليوم في كتاب جديد او روايه اسم تحت اسم اعوام الظلام، ممكن يقول يشعر بينه في تشاؤم او في، صحيح، اليوم حتى الكفر بيج على يعني اذا بنوضح الموضوع، اليوم الموضوع جدا مظلم. صح يعني. صح. الروايه مثل ما قلت تو يعني هي اللي سمت نفسها، صحيح، الاحداث اللي فيها هي اللي فرضت هي الامر اللي هذا. طبعا الروايه شملت يعني احداث، تسلسل أحداث من حياة يعني طيبة، حياة يعني إنسان مقبل على زواج، ويعني أحداث سعيدة، أحداث رومانسية وسعيدة، وإلى انحراف في الأحداث. طبعا أصبحت مثل ما يعني دخلت في السجون وفي في ظلمات السجن وفي الأمور معينة، ففرض الاسم يعني هذا. قبل هذه الأحداث ما كانت راح تكون أعوام الظلام، كانت راح تكون يمكن رواية تحت اسم آخر. لا إيه، لو تحت اسم أكيد. لا تحت اسم بالعكس يعني أفضل من كذي. إحنا سمعنا أستاذ بدر يمكن إن هذه القصة أنت بطل القصة. نعم. والحكاية تحكي عن قصتك الواقعية اللي أنت، نعم، عشتها. كلمنا عن دورك في هذا القصة، في هذه القصة الواقعية. نعم. أنا أتحدث عنها كالشخصية في الرواية. طبعا الرواية هذه يعني مثل ما ذكرت يعني أنا كاتبها وبطلها في نفس الوقت، صحيح. نتكلم على الشخصية داخل الرواية. الشخصية إنسان مقبل يعني، في طبعا الأحداث بدأت ما قبل الـ 2000. إنسان بالزيارات العائلية والأمور يعني، كان ما قبل الـ 2000 يعني تقارب العوائل مع بعض والزيارات العائلية ما بين الشباب، يعني تلقى البنات مصادقين بعض، الأمهات مصادقين، صحيح، بعض، بنفس الوقت الشباب كان في زيارات بالمناسبات والأمور. فنشأت
قصة حب في الزيارات هذه ما بين شخص من عائلة بسيطة مع العائلة الثانية. طبعا في بينهم صلة يعني صداقة والعائلة الثانية من يعني عائلة ثرية جدا وذو منصب. فالشاب هذا يعني بالصدفة شاف طبعا من قبل، ولكن في حفل صادف البنت شافها ونشأ شيء داخله، وطبعا حب شريف يعني بكل معانيه يعني عرفت، واحتفظ بالأمر هذا مدة سنتين وشون تدريج الأحداث كذا. فتجرأ بأنه يطلب البنت، وافقوا أهلها، وكانت صدمة بالنسبة له. ما كان متوقع، ما كان متوقع يعني، لأن البنت رفضت ناس كثير، فهو شنو بالنسبة للناس بعد تجهيز كل شيء وهذا هني بدأ. نبي نتكلم بدر عن نقطة تغير القدر، أو اللحظة أو الصدفة اللي غيرت فيها هذا الحلم وهذه الأقدار كلها. ما أنا مثل ما ذكرت البطل الرواية سنتين وهو يحب البنت، هذا حب صامت، حب داخله هو. فتفاجأ لما يعني وافقوا أهلها وهذا، وأعلن لها قدر إنه يكلمها، فقال لها أنا كذي طول الفترة هذه، فقالت لك أنت حاسة. فابتدوا يعني ابتدى لا يعيش يعني أفضل أيام حياته، وكان عمره في وقتها 26 سنة، يعني إنسان مقبل على تغيير حياته، تغيير مجرى حياة، تكوين أسرة. ففي الوقت هذا وخلاص، وكل المراحل، كل مراحل السعادة كل ما له قاعدة تزيد، يعني يحجز صالة، فصل الثوب العرس، فصل الكذا، والبشت معاه بالسيارة ونسيبه معاه بالسيارة وهذا. وفي يوم معين في نقطة تفتيش خلصوا الإجراءات كلها، دفعوا المطعم، دفعوا الأمور هذه، وجايين منطقة بيان في نقطة تفتيش، وكانت هذه النقطة هي النقطة، يعني نقطة تحول القدر، نهاية السطر. خلنا نتكلم عن نقطة التحول هذه، خلنا نتعرف عليها، نقطة التحول هذه اللي صارت اليوم. أبد نقطة التفتيش طلع بدر إثباته، التفت قاعد يسولف مع نسيبه، إيه نعم كذا كذا كذا، شو اللي صار، شو اللي ناقصنا، شنو باكر راح نسوي. فيا الشرطي منو فيكم بدر؟ نعم تفضل انزل من السيارة. نزلت من السيارة تفاجأت بأن العسكري الثاني يا من ورا، وشتف إيدي لحظة عسى ما شر، فحط الكلبشة وسحبني، فنزل نسيبي اللي معاي بالصدفة ضابط يعني في الداخلية، فنزل عسى ما شر معاكم فلان الفلاني، فوقفوا قاعدين يكلمونه أن ترى الموضوع كبير وكذا. أنا مستغرب يعني أكيد في خطأ، فرحت ركبوني الدورية ورا، طبعا باختصار حركة الدورية أنا طالع نسيبي. بأي سنة هذا بدر بس عشان الأحداث؟ نعم بأي سنة هذه كانت بالضبط؟ هذه كلها بالألفين. ألفين نعم. فراح طبعا حركة الدورية المهرجان اللي كانت مسويتها بالإضاءة والصوت الصافرة، لين وصلنا مخفر بيان، وتناقلت من مخفر بيان طبعا إلى تنفيذ الأحكام. تنفيذ الأحكام طبعا بدر ما نام في وقتها في مخفر بيان، بالعكس كان مستنفر جدا، وفي لبس يا جماعة دققة وتحروا عدل كذا، وإلى مخفر إلى تنفيذ الأحكام. كان في وقتها كان تنفيذ الأحكام في الجابرية، ففي تنفيذ الأحكام المكان أوسع ولا بد إنه يبين الخطأ، يعني صحيح. يعني مكان بأجهزته بكمبيوتراته يعني بمكانته، لكن لا زال الخطأ مستمر. وبدر دخل غرفة اللي هو الزنزانة اللي بتنفيذ الأحكام، فهني عرف بدر بأن في عليه أحكام، والأحكام هذه نهائية بمدة 7 سنوات، منها 2 سنين هروب بعد القبض القانوني، و5 سنوات مخدرات. وهذه فعليا مرتبطة ببدر ولا هذا كان فيه ما له ولا يدري عنها؟ ما يدري عنها. إحساسك بهاللحظة هذه يا بدر، يعني إحساس فعلا مظلوم ويبي صوت أحد يعني يسمع صوته، شنو كان إحساسك بهذه اللحظة؟ أنا يعني حسبت، لأن يعني استهتار طبعا، التصادم ما بين وزارة الداخلية، أنا أعذرهم في أمور وما أعذرهم في أمور. يعني وزارة الداخلية هو ماسكين واحد متهم وعليه أحكام، والكمبيوترات تشهد على الأمر هذا، ورقم المدني وكل ما كل الأمور تشهد عليه، ولكن شخصية الشخص يعني مستحيل قاعد يمثل، يعني عرفت، لأن أنا يعني رفضت أصلاً إني يعني إني أستقبل الكلام اللي قاعد يقوله.
فثرت في تنفيذ الأحكام وقمت أصارخ بصوت عالي لين نزل ضابط، فتأكدت أن الكلام صج، لأن العسكري قاعد يقول للضابط نفس الكلام، فمستحيل يعني قاعد يستهزئ فيني ويقول حق العسكري حق الضابط نفس الكلام. صحيح. فثرت أكثر، فنزل مدير تنفيذ الأحكام في وقتها على صوتي لأن كان في ناس وكذا، فهني طلعوني فوق اللي هو المدير تنفيذ الأحكام، قال طلعوه طلعوه لأن شافني منهار يعني، فقال طلعوه ومشينا مع بعض، حتى ماشي يمه أنا يعني في توتر يعني انقذني منهم، شنو قاعد يعني شو اللي قاعد يقولونه. فأني لما صعدت فوق مكتبه وشيك طلع الكلام حقيقي. فيعني اليوم بدر أنت عشت بأحداث ما هي ما لها علاقة نهائيا ببدر الشخص اللي كان بيتزوج، اللي مقبل على حياة جديدة نهائيا، اللي كان مع نسيبة قاعد يتناقش على أمور العرس والأمور هذه كلها، اتجهت وحصل اللي حصل من أحداث ووصلت إلى خلينا نقول المكان المفروض يكشف براءتك. نعم. هني الأحداث والرقم المدني والتفاصيل هذه كلها مطابقة كانت لي لأرقام بدر ومستندات. نعم، بدر الرقم المدني أنا سعقت يعني لما طلعت مكتب مدير التنفيذ وطقع الكمبيوتر وشاف قال لي أنت بدر كذا كذا كذا، قلت له نعم، بدر محمد خالد مطيري، قلت له نعم، فقال رقمك المدني كذا، قلت له نعم، كان يقول لي هذا أنت عليك 7 سنوات وأحكام نهائية. أنت شفت هذا الشيء قدامك؟ إيه، واللي قاعد يكلمني مدير التنفيذ يعني. هني الشعور. هني الشعور أنا جسمي كله قاعد يرجف طبعًا. يعني لدرجة الرجفة إني قاعد أطق بمكتبه يعني طبعًا. فاهمني؟ صحيح. فأقول له في رقم غلط، في شيء غلط يعني، قلت له أرجوك يعني في شيء غلط وهذا، قال لي خلاص انزل تحت. فقلت له لا دقق زيادة، أنت كنت زين معاي لما طلعتني من تحت يعني، لا 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 يعني لا تتركني الحين. صحيح. إيه أنت زين معاي لا تتركني الحين. فقال لي خلاص انزل تحت، وأنا فنزلت تحت بعدها بساعتين أنا بالمركزي. بدر أكيد مستمرين معاك في الرواية الواقعية طبعاً. هذه رواية تنسب لك لأن أنت اللي عشت أحداثها. فأكيد نبي نعرف هذه الأحداث ونبي نعرف ماذا حصل في أعوام الظلام، ولكن مشاهدينا بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، ومن قصة شاب كان ينسق لموضوع زفافة وباقي 4 أيام على العرس إلى متهم في قضية وسجن ل7 أعوام واتهم كثيرة، وفي المستندات والدلائل تثبت بأن بدر هو اللي يتحمل جميع هذه الأشياء، لكن تفاصيلها شنو صار بعدها. بدر كلمنا بعد ما اتجهت إلى المركزي. داخل السجن المركزي طبعا أول وصولي عاملونا يعني سجين جديد، أول ما دخلت الدورية نزلونا طبعا تفتيش ذاتي بمعنى كلمة ذاتي يعني. صحيح. اي طبعا، حتى ما أقدر حتى أقول تفاصيل، أنا ذاكر تفاصيله في الرواية. صحيح. بعدين انتقلنا داخل السجن. طبعا في نقطة أنا أحب أوضحها، أنا وقفت في كتابة الرواية، وقفت 4 أشهر لنقطة الحين أنا يعني لها. تفضل. فبعد دخولنا السجن أنا كان معي 2 هنود أعتقد قضاياهم سرقة وتزوير أمور مثل كذا. فبعد ما دخلنا السجن المركزي ودونا مكان كراسي وحلقونا، بعدين ودونا الغرفة لبسونا لبس السجن، فسخنا ملابسنا لبسونا لبس السجن مؤسسات إصلاحية وكذا، فدخلونا داخل الغرفة البصمات بصمونا وودونا بعدين الغرفة اللي نمسك فيها الرقم مال السجين. صحيح. فأنا أمسك رقم السجين، طبعا هني أنا يعني خلاص خارج خارج الحياة كلش. صحيح. يعني إيه بس أنفذ في ذهول تام. فماسك الرقم اللي هو رقم السجين وقاعد أطالع الأحداث شنو يقول وأنفذ يعني. فياني الشرطي مرة ثانية يبي يصور، فياني الشرطي مرة ثانية عطاني كلينة قال لي امسح دموعك، فلقيت يعني طبعا ما أدري لقيت طبيعي. نفسي غرقان يعني وجهي غرقان دموع، فمسحت نفذت الكلام اللي قاله طبعا، وأنا أكتب رواية هني يعني لما قال الشرطي اللي صورنا حق العسكري الثاني خلاص ودى العنبر.
هني يعني الأمانة حسيت إن أنا صدق يعني خلاص إيه لا وأنا وأنا يعني خلني في النقطة وأنا قاعد أكتب الرواية حسيت إن أنا خلاص تعمقت ودخلت فعلا فهني تركت القلم مدة 4 أشهر أنا لما أشوف الأوراق اللي كنت أكتب على أوراق الأيفور هذه كان لها كنت أشوف نفسي كان أي كنت أرعب ليش لأني صدق يعني أتخيل إن أنا رأي. فخلينا في في الموضوع نفسه مشيت دخلونا فتح الباب دخلنا داخل الأمر وصك الباب فأنا على طول افتريت وكنت أترجى يعني قبل الله دخلنا فبعد ما دخلنا وسكر الباب رديت مرة ثانية واقف عند فأول ما التفت شفت الزنازين والمساجين وكذا فأخذت على اليسار وقعدت لميت ريولي وقعدت تميت قاعد والقعدة هذه خذت 2.5 ساعة مكاني هذا وهذا مكان نومي طبعا كان كل ما ينفتح الباب عبالك اي خلاص اكتشفوا الخطا اي فاقوم على طول فال اي فالشرطه يعني تنرفز العسكري يعني كل ما كل سواء الشفتات كلها يعني كل ما يفتح الباب انا بويها قالوا لكم انا بدر قالوا لكم ان الخطا اكتشفتوا الخطا لا زلت ناطر هذه الفرصه ناطر اي بدر احنا ناطر. ما نبي نحرق على القارئ جميع ما في الروايه خلينا ننتقل الى خلينا نقول حقبه اخرى او فتره اخرى اليوم شلون تاقلمت او تلقيت خبر ان انت يعني خلاص هذه الحياه اللي راح هذه تيش. حياتك وراح تقعد وبعدها خلينا نقول بعد فتره معينه خلاص رديت طلعت براءه فخلينا نتكلم عن هذه الفتره طبعا الفتره هذه أنا ما تأقلمت وكنت رافض أصلاً مبدأ أني أخذ خطوة قدام يعني أي خطوة أخذها داخل المكان هذا مو مكان معناته أن أنا رضيت بالأمر الواقع وأنا رافض الأمر هذا أساساً فأنا كنت أعتبر أن هذا مكاني عند الباب ليش؟ عشان إذا انفتح الباب أطلع ما خلاص ما يعني اللي داخل هذا ما يخصني خبر البراءة شلون قبل خبر البراءة أحمد ما بأقطعك بس نبي نعرف هني ردود فعل الأهل أمك الله يحفظها إن شاء الله طبعاً أخوانك ما حاولوا أنهم يسعون أو يسوون شيء هو في عسكري في تنفيذ الأحكام أنا يعني رجيته وهو يعني الإنسان هذا يعني أيا كان طبعا هو أكيد إذا متابع أكيد يدري عارف نفسه فأشكره أنه صدق بوعده بأنه قال لي خلاص أنت روح معاهم أنا راح أتصل بالبيت أتصل بأهلك وبلغهم وعطيته رقم تلفون وهو صدق فعلا أتصل وبلغهم وهم سعوا أنه يوصلوا لي بس أنه صعب إيه يعني داخل السجن المركزي في وقت معين لازم تقضي لين تبدأ الزيارات أو هذا يزورونك أو شيء في نقطة معينة هذه مهمة جدا أنا داخل السجن طبعا وكله محامي الأهل يعني المحامي داخل السجن فعلى أساس أنه يعني يرفع دعوة فبرفع الدعوة هذه طبعا المدة لأن قضية المخدرات 5 سنوات قضية الهروب بعد القبض القانوني 2 سنين فالدعوة هذه حضرت تحدد لي جلسة وأنا داخل السجن فكان صار لي 6 أشهر داخل السجن المركزي فست أشهر داخل المركزي رحت للمحكمة وأنا حتى لما يعني الخبر بأن محكمة عندك باتر أو بعد 10 أيام عفوا فنفسيتي تغيرت قمت اركض بين المساجين واقول لهم انا طالع بعد 10 أيام خلاص في عندي يقولوا لي براءه اقول لهم لا جلسه يضحكون فاختصر الموضوع هذا حضرت الجلسه ففي القاعه انا مجهز كلام يومين مو نايم يعني كنت اقول راح اشتكي حق القاضي على العسكري اللي علقني بالممر على هذيل اللي كلموني كذي على الشرطه اللي سووا لي كذي راح اخلي شيء الا لما اقوله كل شيء بقوله حق القاضي فلما جيت قدام وياي ابي اتكلم فتفاجأت من القاضي يقول رد على قد السؤال أنت سويت كذي 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 فأقول له حضرة أنا كذا فيقول لي لا رد بنعم أنت لازم تظن بأن الحين هذه المرحلة راح يكون فيها تعاطف اللي من خلال راح تطلع لكن إذا بننتقل نعطي فرصة للقارئ بأن يدش في تفاصيل أكيد رواية طلبت بتعويض بعدها حاولت أن أنت تطلب يعني حقك بالنهاية طبعا نفذت الحكم بعد تنفيذ الحكم كامل 7 سنوات رفعت اكتشفوا الداخلية وصار في تقريبا أكثر من سنة بعد لين نزلت أحكام على المتهم الحقيقي وعرفوه واللي هو لازال لحد الحين هارب وعرفوا المتهم الحقيقي وهني رفعت دعوة تعويض ففي دعوة التعويض يعني خذت مساحة سنوات تقريبا 2 أو 4 سنوات عقبها بالاستئناف أو 3 سنوات فصدر قاضي الاستئناف حكمه استاذ خالد العثمان
بتعويضي مبلغ ربع مليون دينار 250 ألف دينار تغريم وزارة الداخلية جراء الأخطاء وما أصابني من ضرر. وهذا الرابط اللي خلينا نقول في رواية بالخلف اليوم نشوف بعض المانشيتات في جريدة الرأي، الاستئناف ردت الاعتبار بربع مليون دينار المواطن حبسته الداخلية بالخطأ. هذه مانشيتات حقيقية من جهات رسمية ومن ضمنها جريدة الرأي وكل جريدة ناشرة الخبر هذا. واستلمت بعدين المبلغ اللي هو من خلاله كان حقك في التعويض. نعم طبعا استأنفت وزارة الداخلية الحكم وصدر حكم الاستئناف توا من فترة اللي هو نشر حتى أن مواطن سجن 7 سنوات وأخذ تعويض 100 ألف. طبعا في توضيح للحكم هذا بأن التعويض 100 ألف، لا التعويض الاستئناف ربع مليون دينار، ولكن التمييز اللي رفعته وزارة الداخلية كان له رأي آخر بأن صحيح بدر سجن وطاعة كرامته وكذا، ولكن مبلغ 250 ألف دينار يعد إصراف وغلو على الدولة، فنكتفي بمئة ألف دينار فقط حق بدر. فرديت فالحين أنا ملزم مني أرد حق وزارة الداخلية 150 ألف دينار بعد كذي يعني. بعد 4 سنوات من صدر من حكم الاستئناف. بس يعني عشان أوضحها للمشاهدين ريم، اليوم نقول بدر استلم مبلغ 250 ألف دينار وبعد طبعا هذا تعويض مو استلام كهدية، هذا تعويض حق 250 ألف دينار وبعد فترة 4 سنوات يطالب بدر بأنه يرجع 150 ألف دينار مرة. ليش؟ إصراف وغلو على الدولة. يعني أنت الحين مطلوب 150 ألف دينار. نعم. فهذه عقوبة أخرى انت مالك ذنب فيها نهائيا فعلا. وعمر الـ7 سنوات هذا عمر، يعني العمر بالنهاية أنا أعلم العمر بالنسبة يعني ما يعوض بملايين الدنانير، لكن هو شعور وبحاجة أنت لهذا الشيء. لكن إذا بنتكلم اليوم عن ترجمة هذه الأحداث اللي حصلت حق بدر، للأمانة يمكن التأثر واضح حتى اللي خلف الكاميرا بهذا الموضوع. صحيح. إذا بنتكلم شلون ترجمت كل هذه الأمور إلى رواية تحت اسم أعوام الظلام؟ شلون بلشت تكتبها؟ هل كتبتها في السجن أو بعد خروجك من السجن؟ لا هذه بعد صدور الحكم التعويض. لأن أنا كنت في دوامة، مستحيل حتى أقدر أمسك قلم أو شيء مثل شيء. بعد حكم التعويض ابتديت باني خلاص ابي يعني حياتي تتغير خلاص، بان يعني الحين بكمل حياتي. صدنا يا حكم التمييز دمرها مره ثانيه، ولكن يعني بعد حكم الاستئناف عفوا يعني اقبلت على الحياه مره ثانيه وكذا. فاول شيء سويته باني بدات بكتابه يعني الاعوام اللي فاتت وشنو اللي اصابني من اضرار ومن الامور ومن شغلات أنا شفتها وتعايشتها وقسمتني، حتى قسمت شخصيتي لأكثر من شخصية أصبحت يعني، والحمد لله على كل حال. الحمد لله أكيد. بدر للأمانة يعني القصة الواقعية لكن السيناريو أشبه بالخيال بالنسبة لي للقارئ بشكل عام بالتفاصيل اللي أنت ذكرتها. بدر اسمح لي، يمكن هذه رسالة شخصية مني من أخوك الصغير، بأن أنت قدوة بالنهاية لما قدمته لنفسك ولمجتمعك، بأن الحدث اللي حصل لك والأثر الكبير اليوم أنا كقارئ أتأثر أو كمجتمع أتأثر. أنت كشخص عشت هذا الموضوع لسنوات، هذا موضوع أكبر من أي شخص ممكن حتى أن ينتقد أو أن يبدي يتكلم عن مدى صحة الموضوع ومدى خطأ. شكرا بدر بأن أنت كنت رجل يساهم في تنمية مجتمع، كنت رجل يحاول بأن يوصل رسالة جدا مهمة للجيل القادم، بأن ممكن اليوم تتقع فيه عثرات، ممكن القدر ما ينصفك أحيانا إلا أن داخلك إنسان نزيه راح تحاول كثر ما تقدر ترد مرة ثانية وتقول للمجتمع بأن أنا مواطن صالح، إنسان صالح، واجبي أن أنا أقدم رسالة لهذه الناس بشكل إيجابي. شكرا بدر، يعطيك ألف عافية، أثرت فيني بشكل مو طبيعي. شكرا. كل الشكر لك بدر على وجودك معنا، فعلا وقفت فيك آلة الزمن لمدة معينة، ولكن أنت اليوم موجود لتحقق باقي أحلامك والوقت اللي هي فعلا تغيرت فيها أقدارك. كل الشكر لك على وجودك معنا. ومشاهدينا إذا تبون تعرفون باقي تفاصيل القصة اقروا الرواية وراح تعرفون. خلنا نروح حق هذا التغرير نرجع.